حصل كذا وكذا وكذا وكذا، حسيت ان انا عايزه بتجرجر منك معلومات. اه قلت لها لا هيز ا بروفيشنال هيز ا بيرفكت. لا خلاص انسي انسي يا يا استاذه استاذه هاله بالظبط. هما بيعملوا كده بيدوروا على العينين بتوعي. بيدوروا على العينين بتوعي عشان يسالوه هو بيعمل معاكوا ايه في العياده. ما في واحد بتدي لكم ايه دكتور شادي مثلا لما هبه بتقول بروح اعمل كذا. انا عمري ما سمعت الدايت ده مش دايت. هو مش دايت. هو ما يفهمش الكلام ده. ده مش دايت، ده اسمه نظام حياه. عن الموديل ده لا، الموديل ده ما فيش شبهه. جبنه القريش والمسخره دي. انا بقيت بفهم اختي دي والله. بسم الله ما شاء الله. انت سكر. انا قلت لك عايزين حد يتكلم فرنسي. حضرتك اجازه بكره؟ انا اجازه بكره. انا اجازه بكره. بكره بعد ليه؟ والله طب حلو عشان نبدا. مش كل يعني المسموحات والبتاع. المسموحات والممنوعات بالفرنسي. ماشي. مساء الخيرات، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ بس انا مش عاجبني. قلت لها لا احنا هنعمل واحده ثانيه بس هنقول كده تايتل المسموحات ونقول كول وبعدين نقول مش عارف ايه. انا مش عاجبني الموديل ده. انت فاكراني لسه الوظيفه عندك ولا ايه؟ بالراحه اطلبي بقى. ما بالظبط قالت لي كده. قالت لي لا مش كده. قلت لها طيب الله يسلمك. طيب انا بقدم حاجه حلوه، ما نقدمش حاجه مش لطيفه، وخاصه ان دي بتروح حد نفسي يعني. صح، برافو عليك. قالت لي طيب يعني هو مثلا احنا معانا الاستاذه هاله النهارده هتتكلم معانا شويه. الفرماج كاريش، الفرماج بلون، لي بودر. لا بس انا عايز الكلام ده يبقى قدامه العربي بتاعه عشان انا مش هحطه. انا مش فاهم ايه اللي بودر اللي قالتها دي. اوكي يعني اون فرونسي اون عربي. يعني انا على الاقل اللي هو البطاطس ايوه أوكي. بس لان انا مش هفهم انا وانا هبقى عندي. انا ما بفهمش. انا كنت امبارح كنت عند بتاع النضارات. كنت قاعد بتاع النضارات والست دخلت تقول لها عايزه مش عارف ليه اوبتيك مش عارف. قلت لها بس بنت جايه لي بتقول لي ممكن تترجمي عشان هي بتتكلم انجليزي وتقعد فرنساوي وانا ما بقى. المهم في الاخر طلعت عايزه بتاع من هي المغناطيس نضاره شمس بتنشال. المغناطيس يعني ايه بقى؟ مش عارف. ما قالتش ماجنتيك. لا قالت ابتمال ولا حاجه كده ما اعرفش قالت ايه. اكلمك مشكله. بصي ناس بيقول لي كلمنا من فضلك عن التوست تشيبيك الايام دي مش طبيعي. ما اعرفش ان شاء الله بصنعه. ما اعرفش اللي تعبه يبطله. بس ما اعرفش. انا ما اشتكتش منه، ما حدش اشتكى لي منه. خلاص اللي عايز يوجد لي بديل يوجد له هو بديل. ما اعرفش. خلاص احنا النهارده معانا الاستاذه هاله هشام. الناس الجميله قوي قوي قوي. في حد بيقول انا مستعد للترجمه بالفرنسي. استاذ ضياء. حلوة أستاذ ضياء بس أنا مش أستاذ يا ناصير. أنا أستاذ دكتور على صفحة سيادتك. أصل أنا بقول لك التوانسة الفرنساوي عندهم حلوة أوي. بص يا رشا يا علي، لو قلت مرزق تاني هعمل لك بلوك النهاردة. أنا خلاص على آخري من أسامي كده. مرزق مرزق أنت مالك زعلانة ليه؟ أنا حر. الله أكبر بالظبط. ناس يعني فاهم. مش عارف هو مش عايزين نجيب لها اخر يعني دول بره. بس اتس اوكي. يلا يا لولي نطلع. صباح الخير. بونجور. اتفضلي. بونجور. هلا ايه؟ بقى لها ساعه بتشكر وصباعي واكزيما وقاعد تحكي بقى. طيب انا هحكي. مساء الخير الاول عليكم كلكم وعلى الطيبات كلكم. انا جايه اشكر دكتور ضياء فعلا لانه انا صار لي 10 سنين مثلا عندي اكزيما في صباعي تروح وتيجي. من ابتديت الطيبات راح عني الاكزيما. كان عندي مشكله في ركبي الحمد لله بعون الله ما شاء الله خزيت العين عليه يعني الحمد لله. كان عندي مشكله في فقرات ظهري. دلوقتي انا بجري يعني ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
بشرتي تحسنت. هو انا جايه له كنت مريضه عندي انفكشن في عيوني. هو صراحه قال لي اتحملي شويه هم يومين وهتبقي كويسه. بس انا قلقانه فرحت على كام دكتور بهدلوني. بس الحمد لله الحمد لله بقيت كويسه يعني. كان فيروس فظيع يعني. مش عايزه اقول لكم ان بشرتي والله والله مش كومبليمون عشان دكتور ضياء ابدا. بشرتي اتحسنت. بقيت بنام كويس. حتى لو نمت 4-5 ساعات فانا بنام بعمق وبقوم ما شاء الله رايقه وجميله. كنت مدمنه شاي بحليب بطلته ومبسوطه. ومن بطلته هو والدقيق الابيض صرت افضل. حتى اختي بره قولي لها ما تزعلش اسمها ايه؟ سحر. سحر قولي لها سحر اكيد سامعاني. سحر اكيد انت سامعه. ما تزعليش دكتور ده بيقول لا والله ابدا. سحر هشام؟ سحر محمد. انا مش اسمي هي هاله هشام على انا اسمي هاله الموصلي والايكون بتاعتي موصلي. يس. وهي اسمها سحر مو اها حبيبي ربي يخليك. هي مبسوطه دلوقتي. حتى سحر بطلت الحليب والدقيق والدجاج وصارت افضل. ان شاء الله لما تيجي مصر هتيجي تشكر دكتور ضياء. انا بنصحكم فعلا. قصدي سحر فين؟ في البحرين. في البحرين؟ يس. هتشرفنا في مصر يعني؟ ان شاء الله. هتشرفنا يا قلبي. يا حبيبي ربي يخليك. انا بنصحكم لازم تيجوا لدكتور ضياء على طول كده. بسم الله ما شاء الله. انت بتشوفي على النظام قبل ولا لا؟ لا لا لا. انا هقول لكم. انا عرفت دكتور ضياء ازاي؟ انا شفته على الفيسبوك وصرت اتابعه مره واثنين وبقيت مغرمه بالكاركتر. ولانه هو بره الصندوق صراحه يعني. مش اللي هو الجبنه القريش واللبن مش عارف ايه ولا لا 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 خالص. فلما انت طلعتي السكيرت فيها ايه امبارح؟ السكيرت وسعت عليك. السكيرت وسعت مع ان انت زدت كيلو على الميزان. سمعيني. انا زدت كيلو على الميزان لانه كنت ما بتحركش. كنت على السرير ماليش دعوه. بس جيت البس سكيرت معينه انا عاملاها قياس ليا. السكيرت وسعت. هنا راح مفيش نزل. جناح الفراخ دي. ايوه جناح الكوكو. ايوه راحت خلاص. فانا في تحسن. و كنت باخد ايوه كنت باخد دواء الضغط. دكتور ضياء قال لي لا. حتى كنت باخد كولاجين علشان ركبي. قال لي لا مش محتاجينها. وقفنا كولاجين. وعامله ايه دلوقتي ركبتك؟ بيرفكت الحمد لله. يعني كنت عشان اقوم يا ربي مشكله اني اقوم. دلوقتي لا خالص. انا بقوم وبتحرك والحمد لله. فخوره بيه قوي مبسوطه. وراح اضل يعني معه لغايه لما يقول لي اوربار باي باي. بس انا برضو حاجه نشرب كافيه مع بعض. ونشرب كافيه مع بعض. وما شاء الله ما شاء الله عليه. يا طيبات التزموا بصفحه دكتور ضياء. يعني بلاش الجروبات الثانيه. لان الجروبات الثانيه على فكره مضللة إلى حد ما. بس خدوا الكلمة من تم دكتور ضياء بس. صح. ميرسي يا دكتور. ربنا يخليك ليا يا رب. وما يحرمنا منك كلنا والله. أنا أحلى حاجة إن أنت جيتي لي آخر اليوم عشان مبسوط. يا حبيبي ربنا يخليك. والله أنا عاجز لحد العيد. يبارك. حلوة والله. خلاص بقى نعجز بقى نريح شوية. طيب. ما تبصي على التليفون أنا وأنت بقى. إن شاء الله إن شاء الله. عايز أقول لهم حاجة تانية يا قلبي. عاوزة أقول انت على صفحة عشان ما تزعلش. لا هو حضرتك اللي انا هسلم عليك. انا كده ميرسي قوي قوي ليكم ان انتم سمعتوني. ميرسي لدكتور ضياء. ابنك ابويا. كل سنه وانتم بخير. هيجي لك بقى بعد العيد بعد اكل اللحمه ان شاء الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله. شرفني. ميرسي يا استاذه. ميرسي. انا بشكركم بشكركم بشكركم. الاستاذه سحر كتر خيرها. الاستاذه هاله كتر خيرها. بتلخبط ليه؟ عشان سحر اختها زعلانه. سحر مو سحر مو هي مش عارف ظهرت ولا لا. ما تزعليش يا سحر. انا اسف انا ما ردتش عليك يا قلبي. ده انت اخت هاله حبيبتي. ما ينفعش. خلاص كل سنه وانتم طيبين. انا بشكركم بشكركم. وربنا يا رب يكمل لكلكم على خير. ان شاء الله هنطلع النهارده اللايف بس متاخر شويه. لسه استعدادات كده وان شاء الله. الله المستعان. اشوفكم على خير ويومكم سعيد ان شاء الله.